مساء الخير. إلى العناوين. قراءة في مقال منتخب السعودية المتجددة: التطور ليس في كرة القدم. وقرار مرتقب بتوطين مهن إدارة المشاريع بالمملكة. بسبب كورونا والإنفلونزا الموسمية ازدياد في حالات المراجعة لدى الطوارئ. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. امتدادا للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بجمهورية مصر، ووفقا للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، فقد استمرت المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار. كما أن الدعم لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر. إلى أخبار موسم الرياض. موسم الرياض عودنا في كل فترة وأخرى بالجديد، إما على مستوى المناطق التي تفتتح في الموسم أو على مستوى الأعداد والزائرين. هذه المرة وصل عدد زوار الموسم إلى 5 ملايين زائر منذ انطلاقته قبل حوالي شهر، وذلك حسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في تويتر. Riyadh season. Riyadh ملايين زائر في ظرف شهر واحد فقط من بداية الموسم وافتتاح الموسم. أتوقع أن يصل أعداد الزوار في هذا الموسم إلى رقم تاريخي جدا مع نهاية الموسم. كل التوفيق للهيئة العامة للترفيه وكل الجهات المشاركة في إنجاح هذا الموسم، جهود جبارة وكبيرة وعظيمة تبذل من أجل إنجاح موسم الرياض في نسخته الثالثة. إلى أخبارنا، أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الثلاثاء عدة تنبيهات لمستخدمي الطرق في العديد من مناطق المملكة بسبب التقلبات الجوية، ودعتهم إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة. كما أصدر الدفاع المدني تنبيهات بشأن تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من الأجواء في عدد من المناطق، حيث حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق، منها تبوك ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأيضا منطقة المدينة المنورة. بعد مباراة المنتخب السعودي الأخيرة انتشر مقطع فيديو جميل للجماهير السعودية وهي تقوم بتنظيف المدرجات قبل ما تغادر الملعب. خلونا نشوف ونرجع نعلمك.
أنا أعتبر هذا التصرف المثقف المتحضر الأنيق هو انتصار آخر يضاف إلى جملة الانتصارات والأداء المشرف اللي حققناها حتى الآن ولا يقل عنهم أهمية. هذه أخلاقنا، هذه ثقافتنا، هذه رسالتنا السامية إلى كل العالم. شكرا لمن قاموا بهذا التصرف الجميل. وإذا كان أحمد شوقي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فهذه الصورة الجميلة تقول بتصرف إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم بقيت أخلاقهم خلدوا أو بقيوا أو ثبتوا، كل ما له معنى البقاء يستحق هذا المنظر. حياكم الله مجددا في أهلا. في صحيفة عكاظ كتب الكاتب القدير الأستاذ فهد الدغيثر مقالا تحت عنوان منتخب السعودية المتجددة، رابطا فيه بين الأداء السعودي الكبير والمشرف اليوم الذي يحدث في منافسات كأس العالم، وبين التطور الكبير الذي يحدث في السعودية وحماس الشباب السعوديين وتقدمهم وإقبالهم على النجاحات والمنجزات بصفة عامة. مقال يستحق كثير من الوقفات، يستحق أن نغوص في كثير من التفاصيل الموجودة فيه على الصعيد الوطني والاجتماعي بالدرجة الأولى وعلى صعيد الرياضي بدرجة أخرى. أرحب معي هنا في الاستديو بالكاتب الأستاذ فهد الدغيثر. أستاذ فهد مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. حياك الله أستاذ مفرح. أهلا وسهلا. إذا سمح لي أخذك يعني لجزئية من المقال تقول فيها لا يمكن بالطبع أن أفرق في هذا الزمن تحديدا بين حماس اللاعبين السعوديين وثقتهم بالفوز وحماس ملايين الشباب في المملكة، أقصد بذلك التطور الكبير في نوعية القوة البشرية المتمثل في العطاء في كل المجالات سواء من يعمل منهم في القطاع الحكومي أو الخاص. كيف أثرت هذه في تلك؟ كانت الكرة كانت في السابق تعتبر من المنجزات المحدودة في عقلية المواطن السعودي. الآن المنجزات في المملكة فاقت مجرد الرياضة أو فوز أو خسارة. يعني نفسية المواطن السعودي الآن متشبعة بالفرح، بجودة الحياة، بالوظائف المتنوعة، في النمو الاقتصادي، في المواقف السياسية حتى. وكون المملكة عضو فاعل في دورة في منظمة دول الـ20، فما عاد هي حتى مجرد دولة يعني مشاركة، صار لها صوت قوي. هالأشياء نفسيا تأثر علي أنا كمواطن بالفخر، بالزهو، بالثقة، بعيدا عن الكبرياء والمغالاة يعني. ولذلك انا اللي شفته في مباراه نوعيه في مباراتنا في كاس العالم، نوعيه التشجيع مختلفه، نفسيه السعوديين مختلفه عن سابقتها. نعم، كلاعبين ولا كمشجعين؟ انا اتكلم عن المشجعين اجمالا. نعم، نفسيه المواطن سواء اللي في الملعب في المدرجات او اللي هنا في المجالس، يعني حتى مع الخساره قدام بولندا كنا مش زعلانين كثير من ناحية الأداء، كان أداء رائع وتفوقنا على بولندا. يعني بولندا ما هي دولة سهلة في كرة القدم، هذا اللي أشرت ليه في. صحيح، والدليل أنه نسبة استحواذ المنتخب السعودي في المباراة كان 64%. نعم، والتصويبات على المرمى كانت 16 مقابل 9. نعم، والهدفين اللي جوا يعني خطأ، يعني هدف خاطف، لا الأول ولا الثاني، مش عن مجهود فني تجاوزوا فيه يعني الوسط والخط الدفاع، لكن عاد هذه كرة القدم. نعم. طيب أستاذ فهد، هذا فيما يتعلق إجمالا بالمشجعين، بالمواطن السعودي، بالحاضرين، لكن كيف انعكس هذا على أداء اللاعب السعودي؟ المقال يربط حتى بين المنجز السعودي إجمالا في كرة القدم والمنجز المحقق عموما. يعني اللاعب السعودي اليوم لما يدخل الملعب هل استحضر كل المنجزات اللي جالسة تصير كما أشرت في ربطك في المقال؟ نعم. وانعكست على أدائه؟ نعم، يعني هذه معروفة، طبعا أصبحت معروفة. يعني لما ولي العهد يقول لهم
ما احنا متوقعين منكم لا تعادل ولا فوز، ما حد يتوقع منكم يعني الهزائم الفرق بالنظر الى قوه الفرق الاخرى، بالنظر الى طبعا الدول المتقدمه كرويا. هذا شال عبء كبير يعني. هم انا ما اذكر في المشاركات كلها السابقه ان سمعنا تصريح زي هذا يقال للاعبين ارتاحوا العبوا زي ما تبغون، نفسيا ارتاحوا بدون ضغوط العبوا. اكيد اثر، واكثر ما ياثر على اللاعب الحاله النفسيه. يعني مهما كان موهوب اذا في ضغوط نفسيه يضيع، تضيع الكره منه، صوت الجمهور يقلقه يخوفه، لعبهم بلا خوف. جميل. واعتقد هذا سبب يعني هذا الاختلاف البارز في هالبطوله من ناحيه اللاعبين المنتخب. جميل. طيب في جزئيه اخرى من المقال تقول عندما اتسوق في الهايبر ماركت هذه الايام اجد هؤلاء، تقصد الشباب السعوديين، في كل مكان يتطلعون لخدمة الزبون، في الفنادق متواجدون، في الوزارات والهيئات وقطاع الكهرباء والصيانة ومعارض السيارات وأسواق الخضار والمصانع والمزارع ومراكز التسوق الكبرى. روح جديدة بالنسبة لمن عاش معظم سنوات عمره لا يرى سعوديا في أنشطة القطاع الخاص. عاد هذه قضية يعني مقلقة بالنسبة لي من زمان وأنا أتناولها في المواضيع، اللي هو تهيب السعودي من العمل في القطاع الخاص، دائما بحثه عن وظيفة حكومية. وكان الهدف حقيقة من البحث عن وظيفة حكومية أنه ما حد يقدر يفصله، سواء أجاد أو لم يجد في وظيفته، فكان يرتاح، بغى يداوم ساعتين. كانت يعني المسألة بالنسبة للوظيفة تحصيل حاصل، راتب بيجي بآخر الشهر. كانوا يخافون من القطاع الخاص لأنه فيه معايير، ومعايير الإنتاج، وفيه تحفيز، وفيه فصل، ما عنده هكا الحماية. الأمر الثاني، فيه سعوديين يرون بعض قطاعات الخدمات مثلا معيبة، أنا أشرت لها كمان في المقال. إيه؟ يعني واحد يقول أنا ما أبغى أتوظف في مكان يشوفوني أهلي ولا قرايبي، وهو يعني كان الوظيفة أعتقد كانت كاشير في سوق مركزي، في سوق مركزي بقالة. فالموضوع هذا أنا أشوفه يعني النقلة ذي في مفهوم الشاب السعودي. الحين احنا نتكلم عن الذكور على فكرة، ترى الإناث بعد يعني هذا فتح جديد آخر، التحاقهم في العمل ونسبة مشاركتهم الآن نمت بشكل كبير. بدون ما تحقق للقطاع الخاص أو لشباب الوطن الوظائف الكافية، ما راح يكون عندك إنتاج في البلد، ما راح يكون عندك نمو في الجي دي بي، ما راح يكون حيكون عندك بطالة وفقر مهما كان دخلك. والدولة لا يمكن تعطي ناس بدون شغل، فكان لازم تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص اللي هو يشكل 80-70% من الوظائف في أي دولة. أنا أشوف الروح هذه الجديدة اللي جت في المملكة الآن، وصار السعودي ما عاد يعني أنا أشرت لما أشرت للهايبر ماركت، ما كنت أشوف السعودي رغم خبرتي أنا في القطاع هذا وعملي فيه يعني فترة طويلة، ما كنت ألقى سعودي يقبل يشتغل فيه. الآن أشوفهم أفضل من الوقت اللي أنا كنت فيه رغم حماسي والمحفزات اللي كنت أحصل عليها. إذا شيء ما عليه سعر يركض الشاب السعودي، يروح يوزن ولا يجيب له سعر ويدخله عند الكاشير. الابتسامة يعني في كل الأوقات، جودة البضائع يشيكون عليها سعوديين يشلونها ويرمونها من الرفوف. هذه أشياء دقيقة جدا في الجودة، جودة البضائع ما كان يسويها الأمريكان ذيك الحين، ولا يعني ناس يجونا يعلموننا وش بنسوي. في الزراعة نفس الشيء، ما عاد فيه، روح سوق الخضار، المزارع في القصيم، في الخرج، في حايل، الآن تجيك منتجات سعودية، شوف اللي يكتب عليها إنتاج سعودي، بعضها يعني حتى يعني محلي، مصنع محلي او منزلي، او وتحصله صار يغلفه وصار يحط اسمه عليه، وتحصله في دبي، تحصله في الكويت الان، حتى التصدير يعني اخذ مجاله. هذه الروح انا ما شفتها طول حياتي، ما كنت اتوقع زي ما قلت لك في المقال اني اشوف هالشيء بهالسرعه.
هو ممكن يصير بعدين بس انك تشوفه بهالسرعه ما كنت اتوقع صراحه. جميل. بالاضافه الى يعني التهيئه اللي صارت من قبل الدوله، حماس واقبال الشباب، ايضا هناك تغييرات جيده على مستوى القطاع الخاص فيما يتعلق بالأمان الوظيفي، فيما يتعلق بالمميزات، فيما يتعلق بفتح الأبواب للشباب. صحيح. هذه المميزات أيضا لم تكن بهذا الثراء من قبل. طبعا لما يكون فيه وفرة أو عدد كبير مئات الآلاف أو أكثر من مليون مليونين في القطاع الخاص، يجب على القطاع الخاص أن يحتكم إلى غفرنس، حوكمة في معاملته للموظفين، في التحفيز، في آليات الفصل، في آليات العقاب، وهذه تشرف عليها الدولة، وزارة العمل يعني. نعم. طيب إلى وين حتاخذنا يعني هذه الثقافة الجديدة في العمل؟ إلى وين؟ كيف تشوف مستقبلها؟ الصناعة، الجودة. إذا أخذت أنت الجانب الصناعي مثلا أو الزراعي، حتقودنا إلى مستويات جيدة من الإنتاج، ينافس منتجات الآن احنا نستوردها، لأن عندك أنت الطلب موجود في المملكة وفي المنطقة، يعني عندك ناس تشتري. ما أنت مثلا دولة ما عندك قدرة شرائية بس تنتج ولازم تصدر. الأمر الثاني أنها في الناحية الصناعية، احنا ما بدينا من ما نحاول نعيد اختراع العجلة. في الصناعة رؤية 2030 تكلمت عن صناعات عسكرية متقدمة، صناعة السيارات الكهربائية، الألعاب الإلكترونية، من حيث توقف الآخرون. يعني ما احنا جايين نصنع اللعبات القديمة ذيك اللي كنا نسويها أول، احنا في آخر مشوار التقنية وقاعدين نتطلع فيه. أعتقد السعودية عندها الإمكانية أنها تصبح مصدر للكثير من حاجات السوق، سواء يعني الأشياء الاستهلاكية العادية وهذه متوفرة بشكل كبير، أو الصناعات، منها الصناعات العسكرية إن شاء الله. جميل. اسمح لي أخذ فاصل ونكمل حوارنا وباقي تفاصيل المقال. هذا فاصل، وبعد الفاصل نكمل حواري مع الأستاذ فهد الدغيثر ومقال منتخب السعودية المتجددة. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيفي الكاتب القدير الأستاذ فهد الدغيثر، والحديث معه حول مقاله المنشور في صحيفة عكاظ منتخب السعودية المتجددة. أرحب فيك مجددا أستاذ فهد. في جزئية من المقال المنشور في صحيفة عكاظ تقول فيها: الروح التي نشاهدها اليوم هي نتيجة انقلاب هائل في تعريف مقدرات الوطن والعمل داخله والتفاني في رقيه وتنميته بعد التخلص من العوائق الوهمية. لو قيل لأحد منا نحن الستينيين قبل 5 أعوام فقط إن هذا المشهد سيحدث في هذه الفترة القصيرة جدا في مقياس بناء تنمية الدول، لراهنت بكل ما أملك على أن حدوث ذلك ليس إلا ضربا من المستحيل. كيف تعلق بالتفصيل على هذه الجزئية؟ لأنه ما يمكنك، يعني أنت انظر إلى تاريخ الدول اللي تنشأ، الدول المتقدمة كيف نشأت، يعني استغرقت عقود من مرحلة إلى مرحلة، من تخلص من عائق إلى التخلص من العائق الذي يليه إلى الذي يليه، وكل مرحلة تأخذ لها 20-30 سنة، وأحيانا يحصل فيها بعد مصادمات. المملكة الروح اللي عندنا والقدرة على التغيير والحاجة إلى التغيير، طبعا بوجود القيادة الوثابة اللي في المملكة، وهي حديث العالم ما هي بس حديث المنطقة، استجابة الناس للخطط الجديدة هذه مبهر. أنا يعني كنا نتكلم قبل شوي أنا وياك عن أن السعودية الآن اللي تشوفها مثلا في استقبال صالة سينما، تحس كأنه هذه مهنته من 20 سنة، من أول ما بدأ يشتغل أجادها إجادة بشغف، زي ما نجاح أي شخص يبغى ينتقل من مرحلة لمرحلة، من نائب مدير إلى مدير رئيس مجلس إدارة، إذا ما كان عنده هالرغبة والشرف والأمانة طبعا والخطط السليمة ما حيوصل. فأنت لما تشوف هذه، إضافة لذلك واللي فاجأني أكثر لما أشرت النقطة دي، مشاركة النساء. يا أخي النساء أبدعوا،
وهم صاروا أكثر التزام أحيانا من بعض الشباب في كثير من المهن. عندك انتربرنورز يعني أقصد مبتدئين في التجارة، أسسوا مؤسسات صغيرة ونمت وكبرت. أنا شايف منشآت في الإمارات، الفتيات السعوديات، شفت مطعم في دبي، البنت سعودية ما في طاولة فاضية، أكلات سعودية طريقة جديدة. تقول لي بنتي هذه أعرفها صاحبة المطعم، قلت كبرك هي بالعمر؟ قالت إيه. مش معقول يعني، حتى اللي يبغى يبدأ الآن مهيئ له الظرف والدعم والآليات واللوجيستكس اللي توفرت في المملكة أنه ينجح، سواء اللي بيعدون لك الديكور، سواء اللي بيعدون لك السجل التجاري. صار شربة بيوم واحد أو بنص ساعة تطلع. لا يا بأقل، أقول لك يعني هم يصلون إلى يحسبونها بالثانية، يعني 180 60 ثانية بهذه الطريقة. يعني هالأمور كلها يا أخي فريد لما تجمعها مع بعض تحصل أنه من المستحيل أنك تنجح فيها بسنة. تقول أبغى هالأشياء كلها تصير، مستحيل، لكنها نجحت في المملكة. وهذا يعني صواب ونجاح الخطط والرؤية والاستراتيجيات اللي وضعت في هذه المدة. نعم، إنها طبعاً إحنا لا شك استعنا بدور خبرات كبيرة وأخذنا التكنولوجيا من آخر نقطة، نظام أبشر والأنظمة اللي الآن حتى في القضاء نتعامل فيها بالأونلاين، يعني هذه سبقنا فيها دول ترى حتى متقدمة الآن. يعني أبشر هذا ما له مثيل في العالم، أنا مستغرب منه يعني الصراحة. يعني كل شيء الآن كل شيء تسويه في أبشر. تخيل ذيك الأيام لما كنا ما تلقى لك موقف في الجوازات، ولا ما تلقى لك موقف قدام المحكمة ولا قدام البلدية. الآن كل شيء يطلع الترخيص أونلاين، تدفع لهم أونلاين، الفسح البناء أونلاين، فسح الترميم أونلاين، الحكم في القضايا الشرعية أونلاين. طبعا غير عاد العمالة ورخصة السيارة والاستمارة ويعني ونقر الكفالة، ما عاد فيه الحين كل شيء تسويه قدامك. عشان كذا أقول أنا يعني الواحد أحيانا يقول أنا في حلم، يعني معقولة كل الأشياء، معقولة تستمر هالأشياء بدون. حتى مرة سألت أحد الأخوان في شركة علم والجماعة اللي هل يعني هل في خطورة أن السيستم هذا مثلا يحصل له الله يستر شيء، لأنه لو حصل له شيء طمأني أنه فيه احتياطات وفيه باك أب وفيه كل شيء مأخوذ في الاعتبار. طبعا هو مكلف لا شك، ولكن نهضوي، فكرة نهضوية. والأكثر من ذلك أستاذ فهد إذا سمحت لي، أنه مؤشرات تقدمنا على مستوى العالم في الأمن السبراني وفي الذكاء الاصطناعي متقدمة ومتفوقة جدا. نعم. وهذا يضمن يعني خط دفاع قوي في موضوع. نعم. التقنية من كلهم سعوديين الآن، يعني مثلا نظام أبشر والشركة اللي سعوديين أصلا، لأنها هي طبيعتها شركة أمنية، فكل اللي فيها سعودي، السعوديين بسجل ذات بسيرة ذاتية طبعا يعني تؤهله لهالأمانة. فهذا يعني هذا الأشياء لما تجمعها كلها مع بعض صراحة يعني تقول الحمد لله أن شفنا هالشيء. طيب حديثك بهذا الانبهار عن الشباب اليوم في المجتمع، لإيش ترجع يعني استيعابهم للموضوع، فهمهم للتغيير، قدرتهم على الإنجاز بشكل كبير في هذه المرحلة؟ وطبعا شوف حتى في فترة حتى لما ما كان عندنا الحماس والرؤية قبل 5-6 سنوات مثلا، ترى السعوديين كانوا مطلعين على اللي يحصل في العالم. برامج الابتعاث لها دور من 2000، وبرنامج الملك عبد الله الابتعاث يعني كان ضخم. مستوى الجامعات تطور في السعودية، عدد الجامعات زاد، وزي ما قلت لك قبل شوي ما صرنا نتردد في الاستعانة بدور الدراسات الضخمة. الأمر الأهم أنه بدأ السعودي يعني بدأ السعودي يشعر بهويته بعد ما أزيل عنه بعض العوائق الاجتماعية. أصبح يشعر بثقة النظام والدولة فيه وفي سلوكه
وتحركاته. أنا أتكلم عن الناحية الاجتماعية لأنها ترى متصلة كل الأمور مع بعضها. فلما زالت بعض المعوقات اللي يعني الله لا يعيدها ذيك، أصبح السعودي مسؤول عن زي ما قلت لك سلوكه، صار في قوانين تضبط سلوكك، تعاقبك إذا خالفت. هالأمور هذه تحفزك على أنك تبدع، وإذا أبدعت تعرف أنه أحد يقدرها، مو إنه بس يعني تبدع ولا حد داري، صار في معايير وأرقام وخط بياني. هالأمور كل أبوها خلت الشاب السعودي يعني ينافس في كل مجال يدخله، وبالتالي يأخذ الحافز للتطور أكثر. نعم. طيب، في عندي جزئيتين في المقال يعني فيما تبقى من وقت بمر عليها. الجزئية الأولى تقول فيها: نشاهد عبارة روح السعودية تتخلل شاشات نقل البطولة العالمية في قطر، وهي تعني في الحقيقة روح القيادة التي رسمتها ولونتها كما اللوحة الفنية التي تتضح معالمها يوما بعد يوم بريشة فنان ملهم ومبدع. جميل. تقول: الانبهار بهذه اللوحة لم يعد مختصرا على السعوديين فقط، بل على شباب المنطقة والعالم. كيف أثرنا في شباب المنطقة والعالم؟ نتائجك، وضعك، حياتك، إعلامك، افتخار السعوديين بما يحدث في وطنهم، كله منقول عالميا عبر الشاشات، عبر المحطات والصحف. فأنت لما يعني تتكلم عن شباب المنطقة اللي كان الله في عونهم، يعني أكيد يعني بيحسوا أنه ياليت عندنا زي ما عند السعودية، ياليت عندنا زي السعوديين. وقالوها، قالوها ناس كثير، نبغى محمد بن سلمان، يقولونها في المظاهرات. طبعا يعني لا شك أن الفضل بعد الله يعود إلى يعني هذا القائد الشاب اللي قلب كل الموازين، وضع المملكة في أعلى مرتبة في أسرع وقت، واستجاب له الشعب السعودي لأنه أعطى هو ثقته في الشعب، فقام الشعب يبادله الثقة نفسها. جميل. طيب، في جزئية أخيرة في المقال تقول فيها: لقد شاهدنا كيف انتفض شباب العرب وعبروا عن فرحهم وفخرهم بالفريق السعودي قبل أسبوع لما هزمنا الأرجنتين، وهو فرح مرتبط بكل ما في السعودية من تقدم ونمو ومواقف سياسية دولية شجاعة. يعني هل كان الدافع للاحتفال اليوم هو مواقف السعودية إجمالا، ولا كان فوز الفريق فقط؟ هو الفوز مهم لا شك، الكرة، لكن كنا نفوز، كنا نتعادل، بس ما كنا نحصل على هالتفاعل من خارج المملكة. أنا أعتقد كانت فرصة، فوز المملكة على الأرجنتين كانت فرصة للشباب العرب أنهم يطلعوا قدام بعض الأصوات النشاز اللي دائما يعني تبث الكراهية، طلعوا المعتدلين، الناس الطبيعيين، يعبروا عن حبهم للمملكة. هذا شيء يخلي الواحد يعني تدمع عينه في لما يشوف هالعدد الهائل. لا تنسى أنهم محرومين، لا تنسى أن في تدخلات في دولهم. أنا أتكلم عن الدول اللي عندها اشكالات، نعم، اللي تدخلت فيها ايران يعني وهدرت مقدراتها. يتمنون زوال هالغيمه السوداء عنهم، يتمنون انهم يكونون ربع ما عند السعوديه من رواد العيش. من ترى الموضوع مش كله اقتصادي، هي امان وطمانينه وجوده حياه تناسب دخلهم. حتى هذه مش محصلينها هناك، اللي محصلينها خيانات، عمالات مع الأجنبي، سرقات، نهب. المبدعين منهم هاجروا إلى دول أجنبية، الباقيين يعني في العراق، في اليمن، في لبنان، في سوريا الله يعينهم. فهالأمور كل أبوها يعني، نعم. وهذه على فكرة أنا أعتقد أنها هي قوة السعودية الناعمة، اللي ما يحتاج تثور فيها رصاصة واحدة. أنت أثبت إن هالشعب العربي في الجزيرة العربية يملك هالإبداعات كلها. أنت خلقت جبهة هائلة. جميل. مش عسكرية،
قوة ناعمة تؤثر على الغير. جميل. نقطتين أخيرة، يعني نقطة وتوقع بختم فيها. النقطة ألا وهي مع كل التغييرات الجميلة الحاصلة اليوم، ومع هذا الاندفاع الشبابي نحو المنجز، ومع ما يتوفر اليوم من بنية تحتية جيدة للعمل والإنجاز والإبداع وفق ما ذكرت في مقالك، ما الذي يجب علينا اليوم كمجتمع وكشباب على وجه الخصوص لاستثمار هذه المرحلة؟ الاستمرار الإبداع. ما فيها العالم اليوم اللي منافسة شرقية غربية، ما يعني ما قدامك إلا أن تنافس الجودة وتستثمر في قوتك البشرية، ترفع من قوة شرائية داخل البلد، تخلي الفلوس ما تطلع كثير. خلاص يعني ما في داعي نروح نشوف سينما ونشتري تذاكر عشان نروح نشوف فيلم في البحرين ولا في الإمارات. الآن هذا على سبيل المثال، يعني حيكون عندك كل شيء في البلد. لما تكون الدورة داخلية حيزيد إنتاجك، جي دي بي حقك حيرتفع، حيكون عندك تنوع في الوظائف. وأعتقد أن الشباب مدرك هالشيء، مدرك الشباب نفسه مدرك هالشيء قبل ما المحللين يدرسونها. يعني جميل. طيب أستاذ فهد، أنت على الصعيد الشخصي وعلى سيرتك الذاتية مريت بتجارب كبيرة على مستوى الإدارة، على مستوى الكتابة، على مستوى الثقافة، على مستوى الرأي. اليوم أمامك شاب وشابة سعوديين في 2022، وش رسالتك لهم؟ لا تترددوا في البحث عن التميز، لا تبحثوا عن الراتب الكبير في بداية العمل. الإنجاز هو اللي يرفع مستوى الدخل. لا تحاربوا الأجنبي اللي الآن يشتغل معكم بالكلام واليعني والمضايقات، نافسوه بالعمل. أنتوا أهل الوظيفة، رب العمل إذا شافكم تشتغلون حيحطكم في الوظيفة هذه لأنه أوفر له أصلاً. لا تحسوا أنكم أقل قدرة من الأجنبي اللي جاء من الخارج. أنا هذه عشتها بنفسي. إيه؟ هذا في حال كان هو في مكانه الصحيح. نعم. لأنه كثير من الأماكن اللي هناك سعوديين يمكن أن يشغلوها هم أولى بها. صحيح. وبعدين ما هو شرط أن الواحد يشتغل بالشهادة اللي تخرجها. يعني أنا دائما أقرأ أنه أنا عندي شهادة هندسة، ما لقيت وظيفة في الهندسة. إذا ما لقيت وظيفة في الهندسة أدخل في أي شغل ثاني وأبدع فيه. يعني لا تتردد في خدمة، لأنها خدمة وطنية. أنت لما تشتغل تخدم وطنك، بس بإبقائك على الراتب في المملكة أنت قدمت خدمة للوطن. جميل. أخيرا إذا سمحت لي، يعني المقال منطلق من فكرة رياضية بالدرجة يعني الثانية وليست الأولى، أنه المنتخب ومشاركته في كأس العالم والمباراة السابقة، بكرة إحنا على أعتاب مباراة السعودية والمكسيك، المباراة الأخيرة في الدور الأول. قل لي وش توقعاتك الشخصية قبل ما نختم الحلقة. والله أنا أتوقع إن شاء الله أنه ما يعني أنه ما وصل للاعبين ضغوط وسط الإعلام والجماهير. أتمنى أن المنتخب يلعب زي ما لعب المباراتين السابقتين، وإذا لعب بالراحة هذه بدون أي ضغوط ولا خوف من، أعتقد أنه مؤهل أنه يتقدم للدور الثاني. أعطني رقم كتوقع نتيجة. 1-0. يا رب. أستاذ فهد شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في أهلا. شكرا للأستاذ فهد الدعيثر كثيرا على هذا الحضور، على هذا الكلام الخبير يعني والمتمكن جدا مما ذكره في هذه الحلقة، إن الروح السعودية اليوم متشبعة بالفرح والسعادة والإنجاز، وهذا ينعكس على أرض الواقع. فاصل مكمل معكم. حياكم الله مجددا في أهلا. أسهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قرارات التوطين في عدة قطاعات وأنشطة ومهن في ارتفاع عدد السعوديين العاملين، حيث تم انخفاض معدل الباحثين السعوديين عن عمل إلى 9.7% للربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن توطين عدة قطاعات في الفترة المقبلة، كما
يعني تعلن دائما. من ضمن هذه المجالات المتوقع إعلان التوطين فيها يعني كما كتب ونشر من بعض الحسابات الإعلامية والإخبارية هو توطين مجال إدارة المشاريع. وبالمناسبة يعني الوصول إلى نسبة 9.7% في عدد الباحثين عن العمل، هذه نسبة لم نصل إليها منذ 20 عاما. يعني كل التحية والتقدير حقيقة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخطط للاستراتيجيات وللمسؤولين الموجودين هناك. مجال توطين إدارة المشاريع كيف راح يفرق في السوق، في المشهد بصفة عامة، في معدل الباحثين عن عمل؟ يعني المستهدف اليوم أنه في عام 2030 نوصل إلى 7%، إحنا واصلين الآن إلى 9.7%. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي عبر استديوهاتنا من المنطقة الشرقية الأستاذ فرحان بن مفضي، وهو مهتم بإدارة المشاريع والتطوير المهني. أستاذ فرحان مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور أخوي مفرح وحياك الله وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. كيف تتوقع أن يسهم توطين مجال إدارة المشاريع في مساعدة سوق العمل على النمو أكثر وفي خفض معدل الباحثين عن عمل وارتفاع نسبة التوطين؟ أو شيء مسي عليك وعلى مشاهدينك الكرام في هذا البرنامج المميز. زي ما ذكرت في المقدمة أن الوزارة مشكورة تقدم عدة برامج للتوطين، تركز كانت على الكم الآن حتى برامج نوعية متميزة ومنها برامج إدارة المشاريع. والميزة في هذه البرامج أن لها أهداف ثابتة ومستقبلية وبشكل تدرج بما يتوافق مع أهداف الوزارة والمتطلبات الخاصة في القطاع الخاص. القرار اللي صدر مزمع الصدور من الوزارة توطين نسب الوظائف الخاصة في إدارة المشاريع بنسبة 35% على العام القادم، وبالإضافة إلى رفع نسبة بشكل تدريجي إلى العام القبل إلى 40% وهكذا، بالإضافة إلى عدة برامج أخرى. أضافة لذلك الآن ما شاء الله المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 كانت في مشاريع، الآن المشاريع زادت وهذه فرصة صراحة جيدة واستثمارية للشباب استثمار مهاراتهم فيما يتطلب هذه المشاريع وتوظيفهم وفتح فرص جيدة لهم. نعم. طيب مجال إدارة المشاريع كيف تتوقع مدى إسهامه أو نسبته أو مشاركته في قطاع التوطين في حال صدر القرار وأقر توطين هذا المجال؟ ممتاز. زي ما ذكرت مسبقا الوزارة تستهدف مجالات نوعية كثيرة منها إدارة المشاريع، وإدارة المشاريع تصرف عليها الدولة مبالغ ضخمة جدا وهذه فرصة جيدة. لأن بعض المشاريع تتم عن طريق شركات عملاقة وكذلك حتى لا نقلل كذلك حتى المشاريع الصغيرة كذلك ممكن توصل فرص ممتازة ومميزة للشباب السعودي، ولدينا ما شاء الله شباب لديه الكفاءة إذا أتيحت له الفرصة المناسبة. فالإجابة على سؤالك نعم في فرصة وممتازة جدا لخدمة الشباب وكذلك هذا الوطن الغالي. يعني وش اللي يحتاجه مجال إدارة المشاريع اليوم؟ يعني إحنا نسمع ونقرأ على أنه بحاجة إلى دراسات واسعة، إلى دورات تدريبية متعددة، إلى كفاءات من نوع خاص. في المقابل لا، يعني في بعض الأخبار تقول أنه الأمر ما هو بالصعوبة المتخيلة وأنه ممكن يكون في عدد كافي جدا لتغطية إدارات المشاريع بصفة عامة. أنت من داخل هذا المجال وش تقول؟ أنا بأبدأ من أخ ما قلته، الصعوبة. طبعا هذول أبناء نقتدي بأمير الشباب اللي يقول هذول الشباب فيهم همة جبل الطويق إذا أتيحت لهم الفرصة، لكن يحتاج المجال هذا يمكن حاجتين رئيسيتين. أول شيء المؤهلات، ثاني شيء المهارات. جدا يعني البعض يتوقع أن حصول على جانب أكاديمي أو شهادات احترافية والدولة قاعدة تدعم هالبرامج هذه، لا كذلك يتطلب منها المهارات، تعزيز عدة مهارات تمكنه مثل حل المشكلات، تحليل المخاطر، تايم مانجمنت، ومهارات كثيرة. إذا وجدت هذه المهارات بالإضافة للمعرفة عند الشاب
أو الشابة السعودية راح يكون قيمة مضافة لهالمجال ويستفيد الجميع الأطراف في هذا المجال. لكن من خلال قربك من سوق العمل ومن هذا التخصص على مستوى الخصوص، هل يعني توجد كفاءات سعودية كثيرة يمكنها شغل هذا المجال في حال توطينه بالكامل، ولا ما زلنا نحتاج إلى كثير من الأسماء أو الأرقام؟ صحيح، حقيقة كأعداد العدد كبير جدا جدا والمتطلبات عالية جدا، لكن متأكد إذا أتيحت الفرصة للشباب وعطيناهم الفرصة هذه راح يغطون إن شاء الله التوطين. ويمكن ذكرت بداية اللقاء النسب كانت تدريجية، فهذا راح كذلك يساعد القطاع الخاص. هو تحدي طبعا، لا بأس، لا أمر لا غبار عليه، لكن إذا حققنا احنا عندنا هدف سامي لخدمة هذا الوطن الغالي إن شاء الله يتم تحقيقه بأسرع وقت ممكن. يعني إن شاء الله مو مطلوب تحقيق نسبة توطين 100% من أول سنة، لا، بدأت الوزارة باعتماد 30% بعدين 40% بالإضافة لبرامج معينة. في بند ممتاز أنا راحت في ما ذكره في الوزارة فيما يخص بند خاص للتدريب في المشاريع هذه، هذا بند ممتاز جدا جدا يعزز من تأهيل الشباب وتجهيزهم للمراحل فيما يخدم المشاريع وتنفيذها بأسرع وقت ممكن. نعم، هذا التأهيل اليوم إيش اللي يحتاجونه غير جانب التدريب؟ يعني هل يجب أن يكون هناك في دراسة متخصصة في الجامعات أو غيرها باسم إدارة المشاريع؟ طيب ممتاز، ذكر طبعا عند أي تأهيل يتطلب من الشخص يمكن ثلاث، يمكن ذكرتها سابقا في أحد اللقاءاتي، يعني وهذه إشكالية عند البعض يعني يغفل عنها، يتوقع حصول على مؤهل أكاديمي أو شهادة احترافية خلاص. طبعا في قاعدة منهجية معروفة في التطوير المهني 10-20-70، هي قيمة 100%، 10% هذه تمثل فقط الأوفيشال كورس اللي هي البرامج التدريبية. طيب وين الباقي يا فرحان 90%؟ عندك كذلك التعلم من الآخرين، أدمج الشباب في هذه المشاريع ويتعلمون من الآخرين. طيب إيش طب باقي 70%؟ أبدأ الآن الشاب يبدأ يمارس. طبعا ما لا تتوقع الشاب في حديث تخرج وعنده أخذ برامج بيكون على طول مدير مشروع، يعني هذا يمكن أمر يعني خلنا نقول يكون فيه صعوبة بداية، فيه عدة مؤهلات، ممكن أكون أخصائي، ممكن أكون مهندس مشاريع، بعدين يترقى بالتدرج لين يصير يتمكن من هذا المجال بشكل جيد. وأنا أعزز، وهذا يمكن فرصة جيدة، الشباب ما شاء الله في عندنا كفاءات متميزة تنشر المعرفة ومهاراتها في هذا المجال بشكل مجاني في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أحييهم صراحة لتوعيتهم ومساعدتهم شباب. نعم. طيب 70% هذه هي في الممارسة؟ نعم، في الممارسة والتعلم في هذا المجال. نعم. التخصص كم تعطي من نسبة 100%؟ طبعا إحقاق الحق أن شخص يوصل 100% بسنوات قليلة، لا 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 بالإضافة. إذا سمحت الأستاذ فرحان، أنا أقصد التخصص، أن يكون عندك شهادة متخصصة في هذا الموضوع، كم نسبتها من 100%؟ ممتاز، هذا بما يخص المعرفة. يصعب تحديد نسبة معينة صراحة، يعني أكون واضح معك، لن تختلف عدة معايير التخصص الجامعي ما هو، لأن إيش بعض المشاريع تتطلب بالإضافة معرفتك في المجال المشاريع يكون عندك تخصص هندسي، بعضها لا تتطلب تخصص إداري. أعطيك مثال، في بعض المشاريع مثلا تخصص في مشاريع صحية تتطلب يكون عندك معرفة في المجال الصحي، فيعتمد تقريبا الموضوع من مجال لمجال من مشروع الآخر وجاهزية الشاب ومهاراته، لكن ما في شيء صعب عليه إذا وجدت الكفاءة والقدرة. ويعني القرآن يقول وخير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. فالشباب إن شاء الله فيهم الأمانة والصبر والتحمل، في تحديات صحيحة، والقوة ممكن يأخذون عن طريق البرامج والممارسة اللي ذكرناها في المحور السابق. نعم، طيب من الأشياء اللي عند الشباب المقبلين على مجالات التوطين ومجالات العمل إجمالا اللي هو الدخل أو المقابل، اليوم بحكم خبرتكم ومعرفتكم بشكل واضح مجال إدارة المشاريع، لما شخص يكون مدير مشروع كم الدخل المتوقع أو كمتوسط في هذا المجال؟
طيب ممتاز، سؤال جميل. بالنسبة للدخل طبعا يختلف المشروع أو شيء، في عدة اعتبارات يتم وضعها، حجم المشروع، مدته، عدد الموظفين اللي يعملون في هذا المشروع، مكانه. بعض المشاريع، وهذه يمكن رسالة أوجهها للشباب، بعض المشاريع تتطلب عمل أكثر من 8 ساعات، ممكن 12 ساعة، بعضها تتطلب حتى فترات مسائية، البعض ممكن حتى في مناطق نائية. يعني إذا تذكر أخوي مفرح سابقا كان عندنا هاجس الأمان الوظيفي من القطاع الخاص، تذكر الآن الشباب نفس البعض يخاف من المشاريع عشان مثلا مؤقتة، يقول المشروع هذا 2-3 سنوات، طب أنا شو أسوي بعدها؟ طيب أنا أقول للشباب، وهذه رسالة أوجهها عن طريق قناتكم المفضلة، يجب عليك العمل وتدريب نفسك وصناع سيرة ذاتية، بناء سيرة ذاتية، ويفرق الكتاب عن البناء، تبني سيرة ذاتية متميزة وتتعلم وتصقل مهاراتك، ولا تخاف على المستقبل. المستقبل إن شاء الله هو هذا أمامك. وعلى فكرة أستاذ مفرح، فيه كثير زملاء وزميلات يعني يتم استقطابهم من مشاريع المشاريع بسبب قدراتهم المتميزة صراحة. يعني قبل ما ينتهي المشروع أصلا عنده عقد مسبق، ويتم يعني يفتح الفرص له ولزملاء وزميلاته. نعم. طيب جميل، أبعيدك للسؤال، يعني ودي أني أعرفه بالرقم، يعني كم الدخل المتوقع ولو كمتوسط لشخص سيدير مشروع، يعني بمسمى مدير مشروع؟ ممتاز. أكون صراحة ما في ما في إحصائية في هذا المجال عشان نقدر نستند عليها، وممكن أو إذا كان في أرقام يمكن ما تكون محدثة، فيصعب صراحة وضع رقم معين. لكن أنا مؤكد لك أن للشباب إذا كان عنده المهارة والكفاءة والمعرفة بيفرض شروطه وياخذ العقد الوظيفي اللي يتناسب. بالإضافة ليس ترى الرقم يا أستاذ مفرح ليس وحده، بالإضافة في ما شاء الله المشاريع تقدم خدمات ومميزات غير ما يسمى في الراتب، فهذه قيمة لازم نضعها في عين الاعتبار. لكن أستاذ فرحان، يعني إحنا نفهم فكرة المشروعات متغيرة، وكل مشروع له طريقته، آليته، أوقات عمله، فكرته، ميزانيته، والكلام هذا كله. إحنا نتحدث عن متوسط اليوم كقراءة تحليلية، متوسط دخل مجال إدارة المشاريع كم؟ يعني أنا ما أقول لك رقم بالضبط أو إحصائية دقيقة، أنا أقول لك من خلال خبرتك أنت في المجال، قربك، اختصاصك، معايشتك، تتراوح بين كم؟ صراحة يعني فيها أرقام تتعدى 10، فيها أرقام تتعدى 20، فيها تقدم 30,000، يعني وأرقام تقل وتنقص على عدة عوامل، فصعب أننا يعني نعطي مؤشر وما كنا منصف مع المجال، ما في أي إحصائية شاملة هذا المجال. لما قلت تتعدى 10 هذا يعني أنه 10,000 مثلا هي الحد الأدنى، أنه يعني نتكلم عن 10,000 فما فوق؟ ممكن، نعم. طيب برجعك للموضوع التحديات التي يمكن أن تواجه الراغبين في الدخول إلى هذا المجال، مجال إدارة المشاريع، وش أبرز التحديات اللي قدامهم حيواجهونها وتنبههم اليوم عليها وتقول لهم انتبهوا لواحد 2-3 وتجاوزوها؟ ممتاز، جميل. احنا يمكن ذكرنا بعض النقاط لكن ولا يهمك، نلخصها بالتالي. اول حاجه هو التاهيل. لا، وانا دائما اقول للشباب وزملاء وزميلات يدخلون هذا المجال، لا تتوقع ان فقط حصولك على مؤهل معين خلاص تتوقف، لا، مسيرتك التعليميه لازم تستمر. يعني سواء رحنا للجانب الاكاديمي، في مثلا دبلومات، في عندنا بكالوريوس او ماجستير او شهاده احترافيه، هذه لا تتوقع مسيرتك تتوقف، لازم يكون عندك التعليم بشكل مستمر. احنا ما تكلم التعليم حتى الرسمي، ركز على التعليم الذاتي، اقرأ وتعلم وخالط الآخرين، شارك المعرفة مع الآخرين والآخرين راح يشاركون معك، راح تصنع. لأن أخوي مفرح لا تتوقع أنك في المشروع راح تتعلم كل شيء، أنت ممكن تتعلم مع زملائك، واجهوا بعض التحديات ما تلقاها حتى في المناهج اللي على فكرة، وهذه قيمة ممكن تلقاها في شكل نظري، لكن بتواصلك مع يعني أصنع مجتمعات خاصة في هذا المجال. ويعني ما يمكن جيدة في منصات متخصصة، يعني الزملاء يمكن ما ودي أنا أذكر بعض المنصات، لكن أنا أنشر سواء في وسائل التواصل معي، عندي في حسابي في تويتر، جميع أي برامج تدعم الشباب. وأزيدك من شعر بيت، بعض البرامج مدعومة حتى من صندوق الموارد البشرية، وهذه قيمة مضافة. يعني أنت انطلق
ابدع. طيب هذا اول تحدي هو زياده المعرفه. اثنين، بعض المشاريع زي ما قلنا تتطلب يمكن مناطق نائيه عن العمران، تتطلب نقليات، تتطلب يعني بدايه المشروع لازم تحط بهالشيء ذا، اعرف مكان المشروع، مكانه وش متطلباته، هم راح يساعدونك لان هدف نجاحهم نجاح المشروع من نجاحك، وهذا هي امور متبادل. يعني لا تتوقع المنشاه يتم استقطابها يعني تتوقع تلقى احد فيه جميع المواصفات، اكيد اذا لقيت شخص متميز راح تدعمه وتبني سيرته اللي هدفها تعتقد. اخر نقطه اللي هي بما يخص اللي يكون المشروع مؤقت، بعض المشاريع سنتين ثلاث سنوات، بعضها خمس سنوات أقل أو أكثر، فهذا يمكن يضع عند حاجز عند الشباب. وأنا ذكرت في بداية اللقاء أن خلاص لا أنا بمشروع أبي أمان وظيفي، أنت لا تقلق، ابدأ وانطلق يعني وراح تلقى إن شاء الله لك فرصة متميزة. هذه يمكن أهم النقاط، وفيها نقاط كثيرة يمكن لا يسعنا ذكرها الآن. أستاذ فرحان بن مفضي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولمجمل هذه التوضيحات. بدأنا معكم بذكر النسبة وأختم بها 9.7%، هذه نسبة معدل الباحثين عن عمل في السعودية للربع الثاني من عام 2022، ويعني إلى مزيد من الانخفاض في هذه النسبة إن شاء الله وصولا إلى المستهدف في 2030 وهو 7%. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. أعلنت هيئة الصحة العامة وقاية أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية إجمالاً وكوفيد 19 تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر، وأشارت إلى أن هناك ازدياداً في عدد حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة. ويمكن إحنا شفنا من بداية دخول موسم الشتاء وحتى من قبل دخول الموسم يعني التحذيرات المستمرة والتنبيهات من قبل وزارة الصحة، من قبل الجهات الصحية، من قبل الأطباء، إما على مستوى التوعية والتثقيف إجمالا أو حتى على مستوى الشرح يعني مجموع الأمراض التنفسية ومن ضمنها الإنفلونزا الموسمية وغيرها مع دخول فصل الشتاء. اليوم في أهلا ليست هذه المساحة الأولى ولن تكون الأخيرة اللي نمد فيها حديث توعوي مهم حول هذا الموضوع، حول تفاصيله، حول طرق العناية والوقاية. يسعدني أن ينضم إلي من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية الدكتور عليان آل عليان، وهو استشاري طب الأطفال والمتخصص في الأمراض المعدية لدى الأطفال. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. حياك الله أستاذ مفرح، مساء النور عليك وشاكلك هذه الاستضافة، الله يحييك. أهلا وسهلا. اسمح لي أبدأ من تخصصك دكتور فيما يخص الإنفلونزا الموسمية والأطفال اليوم، يعني وش مستوى التنبيه والتحذير والخطورة في هذا الجانب؟ أتحدث عن الأطفال وإذا تذكر لنا بالمراحل العمرية. طيب الله يحييك. أول شيء حنا مثل ما أنت عارف الحين حنا على بداية موسم دخول الإنفلونزا الموسمية. طبعا الإنفلونزا الموسمية هذه أحد أسباب الأمراض الجهاز التنفس العلوي، طبعا هو بسبب التهاب فيروسي، خصوصا يسمى التهاب الإنفلونزا الموسمية بسبب فيروس الإنفلونزا سواء كان الإنفلونزا A أو B أو C، ولكن أكثرها شيوعا هو إنفلونزا A و B. تكمن خطورة هذا الفيروس أنه الأطفال أصحاب المناعة المنخفضة أو أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر عرضة وخطورة لحصول المضاعفات لهذا الفيروس. طبعا شدة الالتهاب وشدة الالتهاب الإنفلونزا طبعا هي متفاوتة طبعا بحسب اختلاف عمر الطفل أو بحسب الحالة الصحية للطفل، سواء كان طفل سليم أو طفل يعاني من أمراض مزمنة. حدة المرة تختلف من 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 طفيفة إلى شديدة الخطورة وأحيانا قد تكون مميتة. نعم. طيب وشو الـ A والـ B اللي تقولها يا دكتور؟ يمكن احنا ما سمعنا المصطلحات دي من قبل، احنا غير المتخصصين نتكلم.
اي طبعا احنا الانفلونزا الموسميه طبعا هذا مصطلح يعني مصطلح يعني يعني مصطلح يعني كبير مقصود فيه المرض نفسه اللي هو الانفلونزا الموسميه. لكن لما نبحث عن السبب الرئيسي لسبب الانفلونزا الموسميه طبعا هو سبب التهاب فيروسي, وهو التهاب الفيروس اي او بي. طبعا هذه احد الصفات الفيروسيه المسببه لهذا المرض. طبعا عندنا نوعين من انواع الالتهابات الفيروسيه سواء اي او بي او سي. طبعا اي او بي هو اكثرها سبب واكثرها يعني يكون اكثر سبب لحصول هذه الاعراض يعني اعراض الانفلونزا الموسميه. طيب احنا دكتور يمكن فتره كورونا علمتنا ثلاثة أشياء الناس كلها ترددها عن ظهر قلب: التباعد، التعقيم، الكمامة. هذه الثلاثة هل هي يعني موصى بها طبيا في كل مواسم الإنفلونزا ولا لا؟ يعني كانت مع كورونا وبعدين ممكن أنه الواحد يتجنبها؟ طبعا لعل يقول مصائب قوم عند قوم فوائد. طبعا للاسف مع يعني التهاب الكوفيد 19 وجائحه كوفيد 19, لعل الفائده الوحيده اللي استفدناها من هذه الجائحه هو زياده في وعي وثقافه المجتمع, بحيث انه اصبح العادات الاحترازيه جزء لا يتجزا من عاداتنا اليوميه, بحيث استخدام الكمامه والابتعاد عن الاشخاص المصابين بالأعراض التنفسية أصبحت هاجز لكل الناس, خصوصا بعد جائحة كورونا. فبالعكس أنا أشوف أنه هذا الشيء مفيد جدا, خصوصا في وجود الأزمة الحالية اللي احنا موجودين فيها حاليا. استخدام الكمامات, المحافظة على نظافة يد سواء استخدام الكحول أو استخدام الماء والصابون, كل هذه الأسباب تساعد على الحماية والوقاية من انتشار هذا الفيروس ومن انتشار الانفلونزا الموسمية وأعراض الانفلونزا الموسمية بين أفراد المجتمع. نعم, يمكن في طبيعة المجتمع أو المجتمعات إجمالا دكتور يصعب المحافظة على هذه الثلاث باستمرار. إذا نبغى نرتبها على حسب الأهمية من وجهة نظر علمية أو طبية اليوم, وين الأهم الالتزام فيه اليوم؟ كمامة, تعقيم, تباعد؟ طبعا كلها لا تختلف, ما اقدر اقدم شيء على شيء. جميعها هذه الثلاث وسائل مهمه جدا جدا جدا, سواء الاستخدام الكمامه او التعقيم او التباعد, جميعها جزء لا يتجزا من بعضه. ما اقدر اقول شيء افضل على شيء, بالعكس انا افضل استخدام هذه الثلاثه كلها سواء, بحيث انه اضمن باستخدام هذه الثلاث وسائل انه نمنع من انتشار هذا الفيروس وانتشار الانفلونزا وكذلك انتشار الفيروسات الأخرى سواء كانت كوفيد أو غيرها من أنواع الفيروسات الأخرى. نعم دكتور, من يمكن إحنا أيام كورونا أيضا يعني وصل موضوع التثقيف إلى أنه مدة بقاء الفيروس على الأسطح وغيرها. في الانفلونزا الموسمية كم المدة المتعارف عليها طبيا وعلميا لبقاء الفيروس على الأسطح؟ طبعا في الانفلونزا الموسميه اثبتت الدراسات انه بقاء الفيروس تقريبا او الاصابه بالفيروس للشخص بعد ملامسه الاسطح الموجود فيها الفيروس تتراوح ما بين يوم الى اربع ايام الى اسبوع. ولكن في جائحه كوفيد او فيروس كوفيد 19 او سارس كورونا فيروس 2 لقوا ان مده بقاء الفيروس قد تمتد الى 14 يوم, وهنا تكمن خطورة كوفيد 19. وهذا دليل أنه في سرعة انتشار الكوفيد 19 أكثر من الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا الموسمية صحيح أنها تنتشر, لكن مدة بقائها على الأسطح تقريبا تتراوح ما بين يوم إلى 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 أربع أيام إلى أسبوع بالكثير, وهذه المدة التي تنتقل فيها الفيروس. ولكن مقارنة بكوفيد 19 لقوا أنه بقاء الفيروس على الأسطح يمتد إلى 14 يوم, وهنا تكمن خطورة هذا الفيروس. طيب في الرذاذ في الهواء اجمالا للانفلونزا الموسميه كم يبقى الفيروس نشط فيه؟
طبعا هو تختلف طبعا على حسب كمية الفيروس الموجود في الرذاذ. هل الكمية الفيروس يسمونها فيرال لود، هل الفيرال لود موجود بكمية كبيرة قليلة؟ لكن غالبا بقاء الرذاذ ما يتعدى 7 أيام في 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 الانفلونزا الانفلونزا الموسمية أو التهاب الانفلونزا، غالبا ما يتعدى 7 أيام إلى 10 أيام بالكثير. لا لا، أنا أقصد لو أحد عطس ولا كح اليوم، الرذاذ هذا اللي ممكن ينتقل عن طريق الهواء، يعني كم يبقى في الجو ويموت الفيروس؟ اي غالبا ما تتعدى، اذا كان موجود في الفيروس غالبا ما تتعدى 48 ساعه، خصوصا اذا كان في الاسطح الموجوده اللي فيها، اذا ما تم تعقيم هذا الاسطح خلال 24 ساعه الى 48 ساعه، غالبا 48 ساعه هذه مده بقاء الفيروس في هذا الاسطح. لكن احنا نسمع يا دكتور، انه انا برجع لك للسؤال عن الهواء، ان اليوم اذا واحد عطس من غير ما يضع يده وانتشر الرذاذ في الهواء انه 3 إلى 5 دقائق تقريبا ويختفي، هذا صحيح؟ يعني أنا أتحدث عن الهواء. هذا صحيح. إيه عن الهواء صحيح. طبعا مدته ما تتجاوز الساعات الى 12 ساعه الى 24 ساعه، ولكن انا اتكلم بحيث انه وجوده في السطح غالبا مده بقائه في السطح ما تتعدى 24 ساعه الى 48 ساعه، ولكن في الهواء المتطاير نعم صحيح قد تكون مده 3 إلى 5 ساعات الى 12 ساعه بالكثير. طيب من الاشياء المشاهده دكتور اليوم انه اعراض الانفلونزا اللي جالسه تصيب الناس او مجموعه منهم، انه واضح انه في اعراض قويه يمكن ما كان معتاد عليها من اول، او انه معتاد والناس ما تتكلم او احنا ما نعرف، وش اللي صاير بالضبط؟ يعني ليش الاعراض القويه اللي جالسين نشوفها هذه السنه؟ طيب ممتاز. الاعراض القويه طبعا في بعض الـ يعني الشغلات الثيوري اللي يتكلمون عنها، انه في الفتره اللي فاتت احنا مثل ما انت ملاحظ في الفتره اللي فاتت كان تركيزنا جميعا على كان كوفيد، التهاب كوفيد 19 وفيروس كورونا، وهذا كان سبب رئيسي لتثبيط الاجسام المضاده ضد الالتهابات الفيروسيه الاخرى، خصوصا التهاب الانفلونزا الموسميه. خلينا نتكلم بشكل يعني شكل مبسط، وجود الجهاز الأجسام المضادة والجهاز المناعي في الجسم لما يكون في فترة طويلة ما يعتاد أو ما يكون فيه يعني ما يكون هناك يعني التهاب. مثلا لو في الفترة الأخيرة احنا نتكلم عن كوفيد 19 كان في تركيز على هذا الفيروس وكان تركيزنا على هذا الفيروس، ولكن في الفترة الأخيرة ما كان في هناك أي تركيز على الإنفلونزا الموسمية أو على التهاب الإنفلونزا الموسمية. قد يكون هذا السبب، طبعا هذا السبب ناس كثير تتكلم عنه ولكن ما في شيء مثبت علمي، أنه قد يكون سبب هذا السبب أنه أدى إلى تثبيط الجهاز المناعي. طبعا وتثبيط طبعا الجهاز المناعي في الجسم والأجساد المضادة للفيروس الإنفلونزا الموسمية، إذا كان ما فيه أي يعني ما كان فيه أي إكسبوجر في الفترة اللي فاتت، طبعا راح تقل مع تدريجية مع الأيام. طيب معليش بعضهم يتكلم انه معليش اذا تسمح لي، انا ودي بس ما فهمت النقطه هذه، ودي استوضحها اذا سمحت لي. يعني انت تقصد انه لانه الفتره اللي فاتت ما كان في اصابات بالانفلونزا الموسميه بشكل كثير، فبالتالي الجهاز المناعي كان ثابت او مثبط وغير نشط جدا لمحاربتها، والان الجسم تفاجأ بالانفلونزا الموسميه بعد فتره ما اصيب فيها، لذلك صحيح. الاعراض اقوى، هذا هو اللي تقصده؟ نعم نعم، هذا اللي اقصده، وهذه كلها طبعا نظريات، يعني كلها نظريات ما في شيء مثبت علميا صراحه دليل علمي بوجود هذا الكلام، ولكن هذا الكلام المنتشر انه الجسم تفاجأ الان بوجود برجعه الانفلونزا الفيروس الانفلونزا، فادى ذلك الى ظهور اعراض اكثر حده عن قبل. طبعا في شغله مهمه جدا، انه اخذ اللقاح الانفلونزا الموسميه هذا جزء ووسيله فاعله لتحفيز الجهاز المناعي وتكوين الأجسام المضادة ضد هذا الفيروس، بحيث أنه هذا الفيروس لو واجه ثاني مرة الالتهاب الفيروسي والإنفلونزا بيكون زي الجيش جاهز مقابل لهذا الالتهاب، بحيث أنه أخذ الإنفلونزا الموسمية يخفف كثير من أعراضه من شدة الأعراض. لكن علميا إلى أي مدى إحنا ممكن نركن إلى هذه النظريات اللي قلتها دكتور؟
والله هذه نظريات يعني يتم الحديث عنها حاليا، ولكن أنا أتكلم معك ما في شيء مثبت علمي. أتوقع أنه نحتاج إلى كثير من الدراسات على أساس نثبت هذا الكلام. نعم. طيب دكتور، أنا أذكر في واحدة من الحلقات السابقة يمكن قبل سنة أو أكثر من الآن كان ضيفنا الدكتور نزار باهبري، وتحدث عن أنه الماء هو أفضل معقم يمكن أن يستخدم. اليوم أنت من وجهة نظرك العلمية والطبية وتخصصك، هل الماء أو الغسل بالماء يغني عن المعقم أو الصابون فعلا؟ طبعا أكيد الغسيل بالماء والصابون طبعا. لا أنا أتكلم عن بالماء فقط. بالماء طبعا قد يكون، ولكن أعتقد أن الغسيل بالماء والصابون أهم من غسيل الماء فقط. الغسيل بالماء قد يكون أحد الأسباب المهمة في فعالية ومحاربة هذا الفيروس، ولكن أتوقع أنه نحتاج إلى أدلة علمية. ما أدري عن دكتور نزار البهابري إذا كان كلام هذا يسترد على إثباتات علمية وكلام علمي، ولكن كمعترف فيه عندنا طبيا أنه الاستخدام الماء استخدام الصابون كذلك من الوسائل المهمة في الوقت من انتشار هذا المرض. إيه، لكن دكتور بعطيك السؤال بشكل أكثر مباشرة. اليوم لو أحد صافح أحد وعلق شيء من الفيروس في يده، سواء الإنفلونزا الموسمية أو كورونا أو غيرها، وراح وغسل يده بالماء فقط، هل الماء قادر على القضاء على هذا الفيروس ولا لا؟ نعم أكيد. أكيد أنه الماء قادر. نعم. طيب على القضاء على هذا الفيروس. طيب أجل، إيش كانت الحاجة للدعوة وتكثيف الدعوة إلى استخدام المعقم أو الصابون في فترات سابقة إذا كان الماء قادر أن يقضي عليه؟ ممتاز. هل أنت تضمن بوجود الماء في كل مكان؟ طبعا صعبة كثير أن وجود الماء يكون موجود متوفر في كل مكان، ولكن وجود المعقمات تساعد كثير في قتل البكتيريا، وكذلك سرعة التنقل بها في سواء كنت في سيارتك في أي مكان موجود فيه، يكون وسائل التعقيم متوفرة، ويعني تساعد هذا كحل بديل لتنظيف اليد. اي بس دكتور، يعني اعيد السؤال اللي اذكر في هذاك الحوار كان يجمعنا مع الدكتور، يعني ليش ما قيل هذا الكلام طيب من قبل اذا كان الماء فعلا يكفي؟ يعني الاماكن المتوفر فيها اليوم الماء على حسب كلامك الان انها تغني عن استخدام المعقم تماما، وانه مجرد ما تغسل يدك بالماء لثواني معينه يزول الفيروس وما تحتاج لا معقم ولا صابون. ليه ما كان يقال هذا الكلام؟ طبعا ما كان يقال، ما أدري والله إيش السبب صراحة، لكن أعتقد مثل ما ذكرت سابقا أنه عدم توفر الماء في كل مكان تكون موجود فيه. هذا شيء. الشيء الثاني أنه طريقة استخدامك الماء، بحيث أنه استخدامك الماء يجب استخدام الماء لمدة 40 إلى 60 ثانية، هل تضمن أنه جميع الأشخاص راح يستخدمون هذه المدة يستخدمونها بالطريقة المثلى لتنظيف هذا المكان؟ لا. طبعا استخدام المعقمات طبعا تكون مدتها تقريبا من 20 ثانية كافية لتعقيم اليد مقارنة بالماء، بحيث أن الماء يحتاج وقت أطول لتنظيف هذا المكان. ما هو يا دكتور، إذا أخذناها من نفس المبدأ، حتى المعقم وش اللي يضمن أنك 20 ثانية، والصابون وش اللي يضمن أنه 40 ثانية؟ يعني هو السؤال الموجود هنا اليوم، أنتم كمختصين يا دكتور، ما سمعنا منكم هذا الكلام من قبل، يعني فكرة أنه الماء يغني، يعني صار في استهلاك كبير للمعقمات للصابون، بس لأنه الفكرة اللي كانت موجودة في أذهان الناس بناء على ما سمعناه منكم بعد إذنك أنه لابد من استخدام المعقم والصابون. صحيح. أنا أتكلم استخدام الماء مثل ما تكلمت، أنا استخدام الماء كوحده هذا جزء مساهم أنه في تقليل انتشار الفيروس، ولكن برضه لا زال استخدام الماء لمدة وقت طويل، أنا لا زلت برضه أنا أؤكد أنه استخدام الماء بالصابون بالنسبة لي أهم من استخدام الماء لحاله في تنظيف وتعقيم اليد. نعم الماء لحاله ممكن يستخدم في تنظيف اليد وتعقيمه، ولكن استخدام الماء والصابون ممكن يكون أفضل بكثير من استخدام الماء لحاله، ولكن
هذا لا يمنع أن استخدام المال حاله قد يكون مهم جدا في تنظيف وعدم يعني عدم وجود الفيروس واختفاء الفيروس من هذا المكان. يعني اليوم يا دكتور لو جاء أحد واستشارك بشكل مباشر وقال لك أنه أنا إذا شكيت أنه في فيروس في يدي أو صافحت أحد أو اختلطت بأشخاص ورحت وغسلت بالماء فقط وما أبغى أستخدم لا معقم ولا صابون، هل تشير علي بأن هذا يكفيني ويحميني؟ تقول له نعم ولا لا؟ أول شيء راح أسأل لمدة كم استخدمت الماء والصابون، هل استخدم المدة 40 ضمني استخدم المدة 40 إلى 60 ثانية أو لا؟ هذا 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 الشيء الأول. السؤال الثاني طبعا مثل ما تكلمت أنه كمية الفيروس الموجود في اليد هل هي كافية أنه استخدام الماء تمنع من وجود هذا الفيروس أو لا؟ بالنسبة لي أنا أفضل في المبدأ الأول أنه استخدام الماء والصابون مدة 40 إلى 60 ثانية، أنتقل بعد ذلك استخدام المعقمات تقريبا من 20 إلى 30 ثانية. هذه من ضمن الوسائل الفعالة لمنع انتشار الفيروس. الماء إذا بيستخدم كم في حاجة تستخدم الماء لحال، دائما استخدام الماء والصابون مقترن مع بعض، كلها تستخدم لمدة 40 إلى 60 ثانية سواء كان الماء لحال أو ما مع استخدام الصابون. طيب أخيرا دكتور الوقت تقريبا يقولوا لي انتهى معي، بس عندي كم استفسار سريع بقوله لك. استخدام الخلطات اللي نسمعها اليوم، العسل، الزنجبيل، زيت الزيتون وغيرها في معالجة الإنفلونزا، علميا وطبيا ينصح فيه ولا ينصح بتجنبه؟ لا طبعا ما في اي شيء. طبعا خلينا نتكلم عن الانفلونزا الموسميه. طبعا احنا لما نتكلم عن شيء علمي احنا نتكلم عن الوسيله الفعاله ضد هذا الفيروس هو استخدام اللقاحات الموسميه، واثبتت فعاليتها بشكل كبير ضد هذا الالتهابات الفيروسيه. الطب البديل من استخدام الزنجبيل والشغلات الشعبيه، لعل الناس المختصين في الطب البديل هم يفيدونك او يعطونك معلومات اكثر مني في بهذا الخصوص. ولكن كما أعلم أنه ما في أي شيء يعني يمنع أو يعني قد يسبب مضاعفات من استخدام هذه الشغلات، ولكن كعلمية صراحة أنا أتكلم لك أن اللقاح هو وسيلة الفاعلة الأساسية لتجنب التهاب هذا الفيروس. طيب استخدام فيتامين سي اليوم دكتور إيش الحد اللي ينصح فيه؟ هل الفيتامين يستخدم للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ولا بعد الإصابة للتخفيف منها؟ طبعا استخدام الفيتامين سي طبعا قد يكون واحدة من الأسباب اللي قد تساعد، لكن مثل ما تكلمت لك أنا أنه استخدام الفيتامين سي طبعا هذه واحدة من شغلات الطب البديل. علميا لا يوجد غير اللقاح الإنفلونزا الموسمي هو الوسيلة العلمية لتجنب هذا الفيروس. طيب أخيرا دكتور إذا في معلومة واضحة الآن مع موسم دخول الإنفلونزا الموسمية أو كورونا أو بقية الأمراض الجهاز التنفسي، هذا الموسم محدد عندكم أنتم كأطباء بفترة معينة تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، ممكن يعني نشير إليها؟ طبعا صحيح. طبعا الانفلونزا الموسميه طبعا هي ممكن يصاب الشخص فيها على مدار السنه، ولكن موسم الانفلونزا الموسميه طبعا غالبا يبدا مع بدايه شهر اكتوبر الى شهر مارس او شهر ابريل. طبعا في مده هذه الستة الى سبعة اشهر هي المده او الموسم اللي تكثر فيها انتشار هذا الفيروس وتكثر فيها الاصابات بهذا الفيروس. نعم دكتور معلش سؤال أخير لأنه هذا دار حوار يعني بسيط بين مجموعة من الزملاء قبل فترة. استخدام الفكس يعني يمكن هذا المسمى المتعارف عليه عندنا في المجتمع، إلى أي مدى هو فعلا يساعد على خفض درجات الحرارة، التخفيف من أعراض الإنفلونزا، المساعدة في العلاج فيها منها؟ إذا تبغى نتكلمك علميا صراحة ما في شيء مثبت علميا بمادة الفكس أنه هل هي تساعد ولا ما تساعد في التخفيف من أعراض الإنفلونزا الموسمية. لا يوجد أي إثبات علمي يدل على أن الفكس يستخدم في تخفيف من الجهاز يعني من الإصابة من الإنفلونزا الموسمية أو تخفيف الحرارة. قد يستخدم يعني كشيء شعبي، لكن كعلميا ما في أي إثبات علمي يدل أنه في فائدة لهذا الاستخدام.
طيب دكتور شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولهذه الدقائق من وقتك. أشكر كثيرا الدكتور عليان آل عليان استشاري طب الأطفال والمتخصص بالأمراض المعدية لدى الأطفال على مجمل هذه الإجابات فيما يخص يعني هذه المساحة التوعوية أو التثقيفية المهمة حول اليوم تعاملنا مع الإنفلونزا إجمالا. الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. أسبوعنا على خير.